السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور سلطان الشوبكي، استشاري جراحة العظام والمفاصل من مستشفى الشرق الفجيرة. رح نحكي في اليوم في هذا البث المباشر عن إصابات الرياضية في الركبة والكتف. رح نحكي بشكل مفصل في بعض الأحيان، ولكن رح يكون الكلام بشكل مجمل لأنه الإصابات الرياضية شائعة، وممكن أنه الإنسان يتعرض حتى لإصابات غير رياضية مشابهة للإصابات الرياضية. بدنا نحكي في البداية عن نورجيكم شو هي الركبة، ونشوف الأجزاء الموجودة في الركبة مشان الإنسان يكون عنده تصور ثلاثي الأبعاد عن طبيعة الركبة. الركبة تتكون من المفصل الرئيسي اللي هو موجود في المنتصف هون، وهو بين عظمتين، عظمة الفخذ وعظمة الساق، وفي عندنا هون الأوتار والغضاريف الداخلية اللي داخل الركبة زي ما احنا شايفين، واللي هي أهم شيء اللي دائما نسمع عنه اللي هو الغضروف الهلالي، اللي هو عبارة عن غضروفين، واحد على الجهة الداخلية وواحد على الجهة الخارجية، بالإضافة للرباط الصليبي الأمامي والخلفي اللي هي شائعة جدا في الإصابات. بالإضافة إلى ذلك برضو في عنا الأوتار الموجودة أمام الركبة في المنطقة هاي، وفي عنا اللي إحنا بنسميها صابونة الركبة، اللي هي اللي بتكون المفصل الخارجي للركبة اللي بحرك الفخذ للأمام وللخلف عند ثاني الركبة. زي ما بنلاحظ إنه عند ثاني الركبة دائما الضغط بكون على الكوشن أو اللي هي اللي بتمتص الإصابات اللي هي داخل الركبة اللي عندنا اللي هو الغضروف أو الغضروف الهلالي. بالإضافة إلى ذلك سطح المفصل بشكل عام في المنطقتين هذول وفي منطقة الفخذ العظم الداخلية برضه هو مغطى بطبقة رقيقة جدا وشفافة جدا من الغضاريف أو من مادة الغضروف، المادة الغضروفية. هاي برضه ممكن يصير فيها إصابات رياضية. الآن كيف بتصير الإصابة الرياضية؟ الإصابة الرياضية بشكل عام بتصير في حالة إنه المريض بكون بلعب رياضة، ممكن يكون لوحده، وممكن يصير في عليه ضغط من شخص آخر، خاصة في لعبة الفوتبول أو في لعبة الباسكتبول، بحيث إنه يصير في التواء كامل ما بين العظمتين وهو التواء غير طبيعي. يعني إحنا بنلاحظ هنا، ما بعرف إذا كان بيكون واضح، إنه هون في عنا حركة بسيطة ما بين الحركتين ما بين العظمتين، ولكن في حالة الالتواء بيصير حركة شديدة جدا بحيث إنه ممكن تسبب خلع، وممكن تسبب إصابة في الغضروف في الداخلي، ممكن تسبب أيضا قطع في الرباط الصليبي الداخلي. برضو الإصابات المشابهة للإصابات الرياضية اللي هي السقوط، وممكن الإنسان يتزحلق على الأرض، ممكن ينزل من الدرج، وهذه برضو بتسبب إصابات مشابهة للإصابات الرياضية، ويكون علاجها برضو مشابه للإصابات الرياضية. كيف منعالج هاي الإصابات؟ طبعا الإصابات هاي بشكل عام المريض بيجي عنا عنده آلام شديدة في الركبة، وفي احتمال أنه يكون عنده تورم، وفي احتمال أنه يكون عنده عدم ثقة في الركبة اللي احنا بنسميها الجيفينج واي، يعني أنه المريض بيكون ما لا يثق في ركبته من ناحية حمل الوزن. وهاي الإصابات ممكن لا سمح الله تكون في الرباط الصليبي. الآن المريض لما بيجي، وإحنا بننصح المرضى دائما في بداية الإصابة دائما أهم شيء إنه نبلش نعطي الركبة الراحة اللازمة مشان نخفف الآلام تبعتها، ونخفف التورم والآثار السلبية اللي بتصير على الركبة. وأهم شيء دائما ننصحه إنه نحط ثلج على الركبة، لأنه الثلج بيخفف التورم الموجود في الركبة، وبيؤدي إلى إنه يخفف الألم أيضا اللي موجود فيها. بالإضافة إلى ذلك بننصح المريض بشكل مباشر إنه يرفع الرجل على ارتفاع معين، بالإضافة إلى راحة الركبة، وما يكمل في ممارسة الرياضة لأنه ممكن إنه يضر نفسه بشكل عام. وأخيرا طبعا ننصح إنه المريض يشوف الطبيب المختص، لأنه اكتشاف أو تشخيص الإصابات الرياضية المبكرة بشكل بيأثر بشكل مباشر على النتيجة للعلاج. بمعنى إذا إجا المريض وشاف الطبيب وتم التشخيص الحالي مبكرا، بطبيعة الحالة الإصابة رح تكون إن شاء الله أخف، والعلاج رح يكون أسهل، والنتيجة رح تكون أفضل بالنسبة للمريض. فإحنا ننصح المرضى دائما إنهم يجوا عنا على المستشفى مشان نشوف ونشخص هاي الحالة، وبنفس الوقت نباشر بالعلاج مباشرة. بعض الإصابات الرياضية بتكون خفيفة، ولكن بعضها بتكون غير خفيفة وبحاجة إلى تدخل جراحي.
الإصابات الرياضية الخفيفة اللي إحنا بنحكي عنها دائما زي ما حكينا، العلاج بالعلاج الفيزيائي وعلاج الحبوب اللي هي مضادات الالتهاب اللي بتخفف الإصابة على الركبة وبتخفف السوائل الموجودة داخل الركبة، بحيث إنه المريض يرجع إلى وضعه الطبيعي أو إلى وضعه الرياضي بشكل سريع جدا خلال أسبوعين أو 3 أسابيع. للأسف في بعض المرات هذا الحكي ما بيصير، وطبعا بتكون الإصابة شديدة جدا وهي بحاجة إلى تدخل وتدخل الجراحي. وإحنا بتخصصنا في علاج الإصابات الرياضية بنحب نحكي للمرضى إنه جميع الإصابات الرياضية الآن تعالج عن طريق المنظار، جراحة المنظار، وهي عبارة عن ثقب على خارج الركبة وثقب صغير أقل من سنتي على داخل الركبة من الجهتين، يتم إدخال المنظار إلى داخل الركبة ونقوم بإجراء العمليات الجراحية كاملة بالمنظار. في بعض الأحيان ممكن نفتح فتحات أكبر شوي في حالة أنه احتجنا وضع أوتار أو في قطع في الأوتار بحاجة إلى ترميم. كل الإصابات الرياضية الموجودة الآن في الركب الحمد لله وتوصلنا إلى علاجها، لكن إذا تم إهمال الإصابة أو إذا كانت الإصابة أصبحت مزمنة للأسف بيصير في احتكاك في المفصل، والاحتكاك معناه أنه بيصير هذا السطح اللي حكينا عنه اللي هو نقي مثل المراي من هون ومن هون، وفي داخل المفصل هذا بيصير خشن، وإذا صار خشن للأسف ما في له علاج يؤدي إلى أنه يرجعه إلى وضعه الطبيعي. فمن شان هيك دائما بننصح المريض أنه يجينا، ودائما بننصح المريض أنه يلتزم بالعلاج المطلوب. إحنا عادة بنشخص هاي الإصابات عن طريق الأشعة وعن طريق الرنين المغناطيسي، وبعد هيك من باشر إجراء العمليات الجراحية. إن شاء الله رح يكون في تسجيلات أخرى وبث آخر إن شاء الله مشان نورجيكم النتائج وبعض الحالات اللي بتكون عندها إصابات رياضية. الآن بدي أتكلم عن مفصل الكتف، ومفصل الكتف في الإصابات الرياضية شوي معقد. السبب في ذلك إنه إحنا في الركبة كان عندنا عظمتين سهلات وعندنا أربطة موجودة داخلها، لكن في مفصل الكتف ربنا خلق لنا مفصل الكتف قادر على الحركة 180 درجة لفوق ولتحت، وبالتالي هو مفصل العظمة لها راس كبير ولكن المفصل نفسه الداخلي هو صغير، وبالتالي إحنا بنحافظ على ثبات هذا المفصل عن طريق شغلتين مهمات جدا. أولا عن طريق الأوتار المحيطة بالمفصل نفسه اللي هي بتسكر على المفصل من الأمام ومن الخلف زي ما احنا شايفين هون، تمام؟ وأيضا عن طريق وجود الأربطة المحيطة بالكتف من الجهة الفوقية ومن الجهة الجانبية ومن الجهة الخلفية كذلك. الهدف من هاي الأربطة المحافظة على ثبات الكتف، والكتف من المفاصل اللي فيها إصابات شائعة جدا خاصة إصابات الرياضيين، وأيضا زي ما حكينا بالنسبة للركبة الإصابات المشابهة للرياضيين، يعني بمعنى إذا صار خاصة إذا كان المريض بيشارك في الرياضات اللي فيها قذف، سواء كان قذف كرة أو 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 قذف رمح أو ألعاب الأولمبية أو الألعاب اللي فيها استخدام لليد، هذه بيكون لها متطلب عالي جدا من ناحية حركة اليد وثبات المفصل. وفي هذول الناس عادة بيكون في إصابات عن طريق تقطع أو عن طريق التهابات بتصير في الأوتار. الآن برضو نفس الشيء الناس العاديين اللي بوقع على الدرج، اللي بوقع على الأرض، اللي بزحلق على الأرض، كله هذا طبعا ممكن يوقع على إيده، أو إصابات العمل حتى اللي ممكن يوقع عن سلم برضو ممكن يكون في إصابات موجودة تعتبر إصابات رياضية إذا لم تكن هنالك كسور. المريض دائما بيجي بيشكي من ألم في الكتف، ومرات ممكن يشكي من صوت الطقطقة، أو ممكن إنه يشكي من عدم ثبات المفصل. في هذه الحالة دائما إحنا بننصح المريض نفس نصيحة الركبة في الحالة المباشرة إنه يحط ثلج على المفصل لتخفيف التورم اللي موجود في المفصل، وبرضه لتخفيف الألم، واستخدام الأدوية المناسبة لالتهابات المفاصل. نقوم عند زيارة المريض بإجراء الفحوصات اللازمة اللي منها الأشعات وصور الرنين المغناطيسي اللي طبعا بتبين لنا كل أجزاء الأربطة الموجودة هون. في حالة إذا كان في إصابة شديدة في المفصل
ويتم تشخيصها بالرنين المغناطيسي. بنقوم بالعلاج، وأكثر شيء شائع في هذا المفصل هو خلع المفصل. في حالة خلع المفصل بيكون في إصابة داخلية داخل المفصل بالغضروف، وهذا إشي مشابه للغضروف اللي موجود في الركبة، ولكنه ما بيكون غضروف هلالي، بيكون عبارة عن حلقة غضروفية. هاي الحلقة الغضروفية مرات بيكون فيها تمزق شديد، وهذا التمزق الشديد بحاجة إلى علاج. وبنحب نحكي برضو للناس الآن إنه الحمد لله معظم، أو بدي أحكي تقريباً 90% من حالات الإصابات الرياضية أو غير الرياضية الموجودة في الكتف يتم علاجها عن طريق المنظار، بحيث أنه ندخل بالمنظار من الأمام ومن الخلف ومن الجانب، بنقوم بتنظيف المفصل وبنقوم بإعادة تثبيت الغضروف إلى مكانه الصحيح لإعادة ثبات المفصل. أيضاً من الإصابات الشائعة أنه يكون في تمزق في الأربطة المحيطة بالمفصل، واللي برضو يتم إجراء عمليات جراحية إلها عن طريق المنظار لترميمها. وأخيرا بيكون أحيانا في الإصابات المشابهة للإصابات الرياضية، اللي هي التمزقات اللي بتصير في الأوتار اللي إحنا شايفينهم هون، عندنا وتر أمامي ووتر البايسبس والوتر الرافع للرجل لليد والوتر الخلفي. هذول الأوتار ممكن يصير فيهم تمزق، وزي ما احنا شايفين عادة بنكون جاهزين ان نعمل إعادة ترميم وإعادة خياطة وزراعة للأوتار في مكانها الصحيح عن طريق المنظار. هاي العمليات الآن تحتاج تكنولوجيا عالية، وهي متوفرة الحمد لله في جميع المستشفيات، وخاصة عندنا هون في مستشفى الفجيرة، في مستشفى الشرق الفجيرة. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإحنا في دائما في ننال نكون في خدمتكم وعند حسن ظنكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.